صباح الخير مشاهدينا، حركتنا اليوم لحرق كالوريز لنقدر نخفف الدهون. نحن قاعدين بالبيت بحاجة نحن لستابر صغيرة، أو فيكم تكونوا بلا ستابر أو درجة صغيرة موجودة بالبيت بدل أكيد الستابر، تكونوا عم تتابعوا معنا حركات اليوم. الورم أب، أرمي ووك، تكون عم مشي الدورة الدموية بالجسم ونحمي مزبوط. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 على الستبر دعسة اجري اليمين اجري الشمال، البداية باليمين والنهاية باليمين 10 مرات مع ربع سكوات، بطلع وبنزل. 10 9 8 7 6 5 4. المهم إذا عنا ستبر وعم ندعس عليها أو على درجة أو عتبة نكون عم نطلع عليها لما نتفركش، وقتها بدنا ننزل ننزل إجرنا كلها على الأرض لما مثل بيقولوا دعسة ناقصة، نعمل دعسة ناقصة. هلأ شمال، بداية من الشمال نهاية بالشمال، up and down. 10 9 8 7 6. بدنا نفس اليوم energy، أكيد بتعيب وبتعيب القلب أكثر من السيشنز العادية اللي بنعملها، بس ما بتصدقوا من بعد هيك ما ناخذ الشاور بعد التمرين هذا الشعور الهيك طاقة إيجابية، عرقانين، تحممنا، مش الدم بالجسم، حرقنا. فول بادي ورك اوت حيكون اكيد، مش بس التارجت محل معين. هلا حتشوفوا كيف حيشتغل كل الجسم. عم نعمل فاست فيت اسرع من اللي كنا عم نعمل اول شيء. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and. نفس ثلاث مرات ومنفضي. 3 2. أول حركة أنا بسميها هيدي الحركة half burpee. رح نكون عاملين سكوات، بحط ايدي على الارض، بدي ارجع اجري اليمين، بيرجع اجري الشمال، بيرجع بقرب اجري اليمين، بقرب اجري الشمال، بجلس ظهري وبقوم. اجان بنزل يمين شمال يمين شمال، بجلس اند اب. اكيد لنكون عم نحملها بالحلقات القادمه نتعلم البيربي اللي هي من اهم الحركات للكارديو وقوية كمان، it's super intense. يلا رح نعمل 5 يمين و5 شمال. سكوات يمين يمين and up. 1 أهم شي نفس. 2 up أهم شي نقوم ظهرنا جاي. 3 4 5 جلس ظهري جالس and up. هلا بالشمال 5 جلس up. 4 3 up. 2 آخر مرة بدي ابقى تحت لأعمل jump out jump in. أكيد رح ناخد شوية break، ناخد شوية نفس. ثلاث مرات أكيد عم ريحكم. للأشخاص اللي كمان ما كتير بتعمل رياضة أو حابة هيك تكون عم تعمل معنا intense workout مثل ما عم نعمل هلأ
ورك اوت يكون بعلى الهارت ريت يقدروا يكفوا معنا. فذاتس واي عم ناخذ بريك بين الحركات. هلا هاي بلانك، جامب اوت، جامب ان 10 مرات، 10 9، خصري ثابت، جسمي ثابت، ما بتحرك، بس اجري عم يتحرك. 6 5 4 3 2 1. مثل العادة عروق بنزل، بياخد شوية بريك. 5 4 3 2 1. حركاتنا هلأ حيكونوا على الستابر. أول حركة رح تكون جامب سكوات وبنزل إجر إجر. تاني حركة سيزو، أكيد أنا عم بتطلع عليها. 10 مرات جامبينج سكوات و20 ثانية سيزو. أكيد رح ناخد شوية بريك قبل ما نعمل جامب سكوات. فينا نحرك شوية الأبر بودي، نحن عم ناخد نفس أحسن ما نكون ما عم نعمل شيء. لنقدر نكفي أكيد مثل ما اتفقنا أول شيء، إذا شخص ما عنده ستبر في يستعمل، في يشتغلها على الأرض، يعمل جامبينج سكوات بهذه الطريقة أو يعمل سيزو بهالطريقة على الأرض دون استعمال ستبر. هلأ رح نعمل جامب سكوات 10 رابس. يال بنزل أب، جامب لورا، بنزل إجر إجر، وفي أعمل جامب فورورد and jump backward. مثل ما الشخص بيرتاح رح أعملها أنا jump forward and jump backward. يلا 10 9 8 7. أهم شيء to push the knees out. 6 5 ونقلي إجرنا كلها على الستبر. 4 3 2 1. اوكي straight break by walking هيك 10 seconds. 10 9 8 7 6 5. نفس عميق ونفضي. هلا سيزو 20، ما رح حد على العال، رح حد بقلبي، لا اقدر القط نفسي انا عم اتمرن. 1 2 3 جو. اهم شيء نضلنا بالعين معدتنا مركزين كيف عم ندعس. 2 ستوب. هلا بدنا ناخذ بريك. تشايلد تو كوبرا على الأرض، فينا نعمل تشايل بهالطريقة. 5 ثواني بهالطريقة بكون عم بريح الأبر بودي، ظهر، عم برجع ألقط نفسي لقدام. كوبرا عكواعي. 5 4 3 2 1. من هون بلامع ظهري وبعمل تويست يمين، بطلت النفس شمال، بطلت النفس. بعد مرة نحضر حالنا لنرجع نعيد حركاتنا بكل طاقة. أكيد فينا نكون كمان شربنا شوية مي بهالوقت لنقدر نرجع نعيد تماريننا. بلشنا أول حركة اللي هي أنا بسميها هاف بيربي، يعني إذا بتعملها جوجل يمكن ما تطلع لكم، بس لأنه عم نعمل جزء من البيربيز سو بسميتها هاف بيربي. قولوا هيدي بتقولها الكورت ساندرا. دونك بنزل سكوات يمين، بلش فيها وبرد باليمين and up.
أوكي خمس مرات يلا. One up two جلي ظهري بطلع بلع معدتي، ما بعمل آرتش كتير بالباك، بشد الجلوت وبرجع بنزل. three four آخر مرة up قبل ما نعمل تاني إجر. هلأ شمال five up four جلس three up two آخر مرة اوكي. من هون فينا نكون عم ناخد شوية بريك لنعمل الهاي بلانك والجمب اوت جمب ان. نرفع خصرنا لفوق 5 4 3 2 1 بنزل 5 4 3 2 1 and up 5 4 3 2 1 من هون هاي بلانك and jump out jump in 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اوكي 5 4 3 2 1 من هون نرجع للجمب سكوات على الستابر. أكيد بناخد نفس وبذكر أنه دايما بحركات الكارديو إذا كنا عم نشتغل على الأرض عم نقوم ممكن الشخص يتعرض لدوخة. من المهم ناخد بريك نشرب شوية مي إذا احتاجنا نرفع شوي إجرينا، وإذا حسينا كتير ضايقنا ما نكفي وما نزيد عن طاقتنا سبيشلي بالهيت ترينينج اللي عم نعمله هلا، لأنه بدها أدابتيشن. يعني مش إذا الشخص رص وإذا جسمه بيستفيد، أكيد لازم شخص يتمرن هيت ترينينج وكل شيء بس يسمع لجسمه لما ينضر بمحل تاني. جمب سكوات على الستبر 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اخر مره and stop. من هون حنرجع نعمل السيزرز، فينا مثل ما اتفقنا نعملها على الارض اذا ما كان عندنا ستابر 20 ثانيه. باخد نفس قبل ما بلشها هي 20 ثانية نفس عميق، بركز على الستابر أو إذا كان في مراية قدامنا لما نتفركش ونأذى حالنا. 5 and 1 شوية stretch squat and push knee out يمين شمال يمين شمال. نتهدى بحيط بكرسي، انا هون عندي بول and stretch طالقة. هون عندي ستابر كمان فيني استفيد منه اذا عليت طالقة اصابع اجرية بهيدي الطريقة. 5 تاني سايد جلس ظهري والقط اجري بعمل ستريتشنج للكوادريسابس العضل اللي موجود من قدام، هو للهامسترينج العضل اللي موجود من ورا بهالحركة. 5 4 3 2 1 شوية ستريتش لورا لقدام
that position. Up عرباء لورا, holding my hands. ولقدام. That position. Up. وهيك بنكون خلصنا تمارينا لليوم. تعبنا, عرقنا, شوابنا وحرقنا بنفس الوقت نحن موجودين بالبيت دون استعمال ولا شيء. الستابل ما بعتبرها equipment لأنه فينا بلاها وفينا نستغني عنها وفينا نستبدلها بتكاية أو بدرجة موجودة عنا بالبيت. هلأ صار فيني أقول لكم يعطيكم ألف عافية مشاهدينا وبشوفكم بكرة.